السلام عليكم، مرحبا بكم معنا دون اون نوفيل فيديو اللي ان شاء الله تلقاكم كامل بخير و بون سونتي. قبل ما نبداو في الفيديو ديالنا حبيت نقول الف مبروك للجماعه اللي نجحت هذا العام في الباك، اللي جابوا الباك هذا العام واللي ما جابوه سي با لا فان دو موند. ما تفشتوش ان شاء الله العام الجاي تجيبوه دي مويان بزاف شابين يخليكم ديروا دي شوا اللي راكم متمنينهم. دوكا نرجعوا على فيديو ديالنا اليوم، حبيت نبارطاجي معكم تي صحراوي، اتاي صحراوي، ونزيد نمد لكم كامل اسرار ديال نجاحه كيما يديروه جماعه صحاب الصحراء. دونك خليكم معنا حتى الاخر، واذا كنتوا لا بروميير فوا اللي تشوفوا لاشين ديالي ما تنساوش دعمونا بجام كومونتير تابوني في لاشين تاكتيفيو بلا كلوش باش يوصلكم كامل جديد. وهيا نبداو مع الوصفه ديالنا. نبداو هنايا بلي زانغريديون اللي رايحين نحتاجوهم. بسم الله، عندنا هنا اونفيرون لتر ديال الماء يكون دافي، عندنا 3 مغارف كبار الشاي اتاي، دونك من بعد شويه نوري لكم لاماك اللي خدمت بها. وعندنا هنايا مغرفه كبيره نعناع، ما نكتروش من نعناع باسكو هذا اتاي ماشي تيزانه. الو، من بعد حطيت الكاسونه ديالي على النار هكا باش يتفى هذاك الماء، ومن بعد رحت كيت معكم لاتاي باش تشوفوا بلي سي فري درت 3 كويير هكا، درتهم كامل في الصفايه دوكا باش نشلو لهم بشويه ديال الماء باش نحيو منهم كامل هذوك يعني داك الزوائد ديتو وديك الغبار اللي فيه. دونك شلتو كيما راكم تشوفوا في هذا المومون الماء ديالي راه ولا كيما شفتوا معنا. دوكا جبنا هذاك لاتاي وفرغتو في الماء ونقصت على النار، درتها نار قليله كامل، لازم تكون نار قليله كامل، ونخليوه يطبخ في غرضو اونفيرون 20 مينوت. وقلت لكم قبيله نوري لكم لاتاي اللي تيليزيتها، هذه هي اسمها تشاينا جرين تي، تيليزوها بزاف بزاف ناس الصحراء بزاف ناس شكروا فيها. دونك قلت نسيها. من بعد ما درنا هذيك لاتاي نغطو الكاسرونه ونخليوها تطبخ في غرضها، لازم نغطيوها هكا باش طيب بيها. وفي هذا المومون راح تغسلت ثاني هذيك نعناع، درتو في صفايه وشللتو هكا بالماء وخليتو يقطر. ووجه ثاني السكر اللي راح نتوليزيه، انا هنا درت 3 مغارف كبار، اللي حابها تجي شويه حلوه زياده يدير 4 مغارف كبار. من بعد ما غلات لاتاي ديالنا يعني هنا من بعد ما طبخت لي 20 مينوت طفيت عليها النار وزدت المغرفه ديال النعناع، خليتها اونفيرون 1 مينوت غير تلقت غير الريحه ديالها والبنه ديالها. ودوكا صفيت كامل لاتاي ديالي، نحيت منها كامل هذاك الورق تاع النعناع وتاع لاتاي. السكري نمبر 1، السر الاول باش تجي اتاي كيما الناس الصحراء هي النعناع، ما نخليوهش يطيب مع لاتاي ديالنا، ما نخليوهش ان بو مومون مع لاتاي ديالنا، يعني غير يطيب نطفيو عليه النار نخليوه يتلق برك غير شويه ونحيوه سابو. هذا السر الاول باش تجي فيها هذيك الروه بزاف. نكملو مع لا غوسيت ديالنا و مانطو هذا السكري نمبر 2. دوكا هنايا ناخدو زوج كاسرونات دو بريفيرونس، انا يوتيليزيت كاسرونه والبريق تاع الشاي، نديرو في هذيك الكاسرونه الفارغه السكر ونبداو نخلطو كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، يعني لاتاي نبقاو نخلطو فيها من كاسرونه لكاسرونه بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا معنا في لا فيديو. بيان سور هذاك السكر نديرو مع الاول نديرو كميه قليله تاع لاتاي عليه ونحركوه بيان هكا باش يمتزج مليح، ومن بعد نكملو نفرغو بهاد لا ميثود اللي راكم تشوفوا فيها معنا، يعني نحطو كاسرونه تحتها كامل والاخرى نطلعوها حتى الفوق ونفرغو غير بشويه. وبنفس الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها هنا معايا نبقاو نخلطو في لاتاي ديالنا بليزيور فوا حتى ترجع فيها لاموس وترجع شويه تقيله ماشي كيما كانت في الديبي. انا هنا خلطتها واحد 12 نخطره كيما راكم تشوفوا هنا، بقيت يعني نخلطها من كاسرونه هذه الكاسرونه الاخرى 12 نخطره حتى رجعت فيها هذه لاموس، هذا الرغوه اللي راكم تشوفوا فيها هنا معايا. وهذا هو السر الترويزيام في لاتاي الصحراوي باش تجي فيه هذيك الروة هذيك لاموس وهذيك البنه. ناس الصحراء ساعات يتيليزيو حشاوش بزاف، واحد اخرين يديروا قرنفل ديال زنجبيل يديروا بزاف حشاوش، واحد اخرين اليوم جبنا لا غوسيت سامبل ان شاء الله لا بروشين فوا نسيو حاجه واحد اخرى. وبهذا يكون اتاي ديالنا واجد، وصلنا لافان تاع الفيديو. قبل ما نختموها حبيت نقول لكم هاد لاتاي من تبرد سخنوها على نار فري قليله هكا باش هذاك السكر اللي فيها ما يتكرمل لكمش. وشوفوا تاني هذيك لاموس الله يبارك شحال بقات لي هنا من بعد ما طيبت لاتاي ديالي، يعني من بعد ما طيبته ب 2 ساعات درته في هذه القرعه، شوفوا كيفاش بقات فيها لاموس الله يبارك. دونك ما بقى نقول لكم غير تهلاو في روحكم ونتلاقاو فيديوهات جايين ان شاء الله. باي باي.